المحور الاجتماعي، الدعم النقدي هنا كتكافل وكرامة وموجود بصورة كبيرة، وإن شاء الله يعني كل الأسر يعني اللي مستحقة لهذه الخدمات هتبقى مستهدفة مننا بإذن الله. مشروعات تمويل، مشروعات المتناهية الصغر الأولوية هتبقى إن شاء الله لشمال سيناء في خلال المرحلة الجاية، عشان نشجع إنتاج وشباب شمال سيناء يقدر إن هو يجدوا فرص عمل مختلفة بتمويل ميسر. زي ما بقول لحضراتكم، مشروعات الاقتصادية، مفيش تنمية حقيقية هتحصل غير ما يبقى عندي مشروعات اقتصادية كبيرة، وده كل تركيزنا. احنا مش بنتكلم على مشروعات صغيرة، بنتكلم بنحلم، مش مجرد حلم، هننفذ مشروعات تخلي هذه المنطقة منطقة جذب مش محلية، منطقة جذب عالمية للاستثمارات، تبقى مكان مقصد للشركات العالمية تيجي وتستثمر في هذه المنطقة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل لأهالينا هنا ولكل أهالي مصر.